iqra' al-quran fa innahu ya'tiu yawma al-qiyamah syafi'an. Dia ashabib wa al-quran kata Rasulullah. Mana Al-Qur'an itu akan, akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an. <coughs> Jadi memberi syafaat bagi kalian yang baca Quran. Au billahi minasyaitonir rojiim. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم بتدعون قل أرأيتم إن, إن أهلكني الله وما معيا أو رَحِمَنَا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من وَفِي في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سورة نون بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما يسترون وما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون إن ربك هو أعلم بِمَنْ ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تدع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلا في مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم من عتل بعد ذلك الزنيم عتل بع... بعد ذلك الزنيم من أن كان ذا مال وبنين إذا ردنا عليه آياتنا قام سطير الأولين <isma> سنسمه عن الخرطوم إنا بلوناهم كما بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليسلمونها مصبحين ولا يستثنون وتوف عليها أضائهم فأصبح فأصبحت فأصبحت كالصليم فتناولوا مصبحين أن اغدوا على حدثكم إن كنتم صَالِمِينَ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغلوا على حدد وخادرين فلما رأوها قلوا إن قل نحن محرومون قُلْنَا أو صوتهم او الم اقل لكم ولا تصبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين واقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعملون إن للمتقين إن ذرهم جنات النعيم أو ونجعل المسلمين كمجرمين لك ما لكم كيف تحسبون عسى ربنا أن يبلغنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إنا إن للمتقين إن ربهم جنات النعيم ونجعل المسلمين كالمجرمين ما قال لكم كيف تحكمون لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك الزعيم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ويوم يكشف أنساق ويدخل الصاحب فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف أنساق ويدعون إلى السجود ف... إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم تلقوا ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صلّى الله فيكم